اعتادت اتصالات المغرب منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الاحتفاء بالتلاميذ الحاصلين على البكالوريا بتميز وعلى منحهم جائزة امتياز، حيث فاق عدد المستفيدين من هذه المنح 700 تلميذ في النسخة التاسعة. وتهدف هذه المبادرة بالإضافة إلى التشجيع دعم الشابات والشباب المتفوقين والمنحدرين من أسر متواضعة الدخل لتمكينهم من الدعم المادي الذي سيساعدهم على متابعة دراستهم العليا لمدة 5 سنوات. اتصالات المغرب بالنسبة لجوائز امتياز هاد من 2005 إلى 2006 إلى الموسم الدراسي 2013-2014 قدمت ما يفوق 1200 جائزة للتلاميذ المتفوقين. وقد اعتبر المستفيدون من الجائزة المبادرة التفاتة مميزة ومناسبة تكرم الاجتهاد. أنا اليوم جد سعيدة للمشاركة ديالي في هذه المناسبة اللي كتكرم التميز والاجتهاد، وكنقدم التهاني ديالي للطلبة المتفوقين، وكنشكر اتصالات المغرب على هذه المبادرة اللي كتقوم بها كل سنة لتشجيع التميز. وتميز الحفل الذي نظمته جمعية اتصالات المغرب في نسخته التاسعة بمنح جوائز للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في امتحانات البكالوريا، وذلك في مختلف الشعب الأدبية والعلمية والاقتصادية والفنون والرياضيات وكذا التكنولوجيا.